تدار المباحثات بطريقة سيئة. الحديث هنا عن مفاوضات الأردن، والمتهم فيها مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن. فوفق تصريحات عضو حكومي في الوفد المشارك في مفاوضات الأسرى للمصدر أونلاين، فإن مكتب المبعوث مارتن غريفيث يدير عملية التفاوض بشكل سيء، متهماً المكتب الأممي بالتماهي مع توجهات ميليشيا الحوثي وعدم الاكتراث بمعايير حقوق الإنسان. لهذا السبب فإن المفاوضات بحسب عضو الحكومة تراوح مكانها، ولم تحقق أي تقدم لصالح الضحايا، موضحاً أن الموظفين الأمميين في مكتب بعثة غريفيث لم يراعوا ما تم الاتفاق عليه في الأيام الأولى لاجتماعات لجنة تبادل الأسرى، والتي اتفقت على أن تكون المرحلة الأولى للمرضى والجرحى وكبار السن والصحفيين ونشطاء قدمهم الحوثي للمحاكمة. يركز الحوثيون في مشاوراتهم على العمل بشكل جزئي وانتقائي، حيث يطلبون الإفراج عن أشخاص عندهم استعداد للعودة للقتال، وفي نفس الوقت يريدون إطلاق سراح شخصيات لم ترد في قوائم الحكومة. عملية التفاوض التي تجري في العاصمة الأردنية عمان وفق هذه المعطيات تجعل من عملية التبادل إن تمت بعيدة عن تفاهمات سوكهولم وخاضعة لاعتبارات لا علاقة لها بالمعايير الإنسانية. وتكمن المشكلة بنظر متابعين لملف تبادل الأسرى في رغبة المبعوث الأممي تسجيل إنجاز في هذا الملف ولو على حساب المتضررين والضحايا.